السلام عليكم، اهلا بيكم في مامي فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بلح الشام التحفه الخطير اللي حضرتك شايفاه معايا، ده مقرمش من بره وكمان طري جدا من جوه. بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، طري من جوه جميل جدا. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي اهم التريكات واهم اسرار نجاح بلح الشام بتاع النهارده. من كوبايه دقيق واحده بس، من بيضه واحده بس، يبقى معايا كميه محترمه جدا من بلح الشام. انا ما بحبش حقيقي ان انا اعمل له جرنش بكريمات ولا احشيه ولا اي حاجه، بحب الشكل الكلاسيك بتاعه ده الجميل مع جرنش خفيف جدا، رشه كده بسيطه من الفستق بيبقى جميل جدا جدا، مش محتاج اكتر من كده. تابعي معايا الفيديو ان شاء الله هتلاقي اهم اسرار واهم التريكات. بس يا ريت لو شفتي الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش تعملي لايك وكمان شير عشان اكبر عدد من الناس تشوفه. لو ما كنتيش مشترك معايا في القناه تعملي سبسكرايب وتبقيني تنضمي للعيله بتاعه القناه بتاعتنا وتنورينا فيها، وكمان تضغطي على زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا النهارده بلح الشام. مقاديره بسيطه جدا وسهله جدا، من كميه دي بسيطه جدا بيبقى معايا كميه وفيره من بلح الشام زي بتاع الحلواني بالظبط واحلى وانضف، لان انا بكون ضامنه المواد اللي انا بستخدمها كلها مواد نظيفه وعارفه مصدرها كويس جدا، ويكفي ان انا بكون عاملاها في البيت وضامناها بنفسي. تمام، المقادير اللي عندي عباره عن كوبايه من الدقيق، بشيل منها معلقه كبيره من الدقيق وبستبدلها بمعلقه من النشا، ومعايا بيضايه لو كانت كبيره ولو بيض صغير او متوسط بستخدم اتنين، بس انا عشان النهارده البيضه بتاعتي كبيره فهستخدم واحده. ومعايا كوبايه واحده بس من الميه، وكمان معايا معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الخل او معلقه كبيره مش هتفرق، وكمان معايا معلقه صغيره من الفانيليا. ودلوقتي الدهون اللي عندي عباره عن معلقه كبيره من الزبده عليها 3 معالق من الزيت، وممكن يكون كله زيت او كله زبده، ده بيرجع للذوق الشخصي، لكن انا بفضل اجمع ما بين الاثنين. مبدئيا هياخد الكسروله بتاعتي اللي فيها الزبده والزيت، وهبدا ان انا اسيح الزبده علشان ما تاخدش معايا وقت بعد كده اما احط عليها الميه وتغلي معايا على النار، بتكون اوريدي ساحت. وبعدين هبدا انزل بكوبايه الميه عليها وهنشوف بقية الخطوات مع بعض واحده واحده. يلا بينا عند عين البوتاجاز ونشوف الخطوات مع بعض. احنا هنا على عين البوتاجاز بدات اسيح الزبده مع الزيت، اول ما تبدا تسيح كده هبدا انزل بكوبايه الميه بتاعتي. بسم الله الرحيم، وهنزل بمعلقه الخل، وهنزل كمان بمعلقه السكر، وهنزل كمان بكميه الفانيليا، هي تكون معلقه صغيره ان شاء الله مش اكتر، لان انا معايا كمان خل. دي نصف معلقه، انزل بنصف معلقه تاني. تمام، وهبدا استنى الخليط بتاعي اول ما يبدا يغلي وينمل كده ويبدا يغلي والميه تقلب، هبدا ان انا انزل بكميه المواد الجافه بتاعتي اللي عباره عن دقيق ونشا، ويفضل ان انا احطهم مبدئيا كده على بعض علشان اما انزل بيهم انزل بيهم دفعه واحده. والدقيق بتاعي اوريدي عليه رشه من الملح، هبدا اخد الدقيق بتاعي وهنزل بكميه النشا عليه وهقلبهم كويس جدا، واتاكد ان انا اخدت كل المواد بتاعتي، اقلبهم كويس. ومعايا طبعا معلقه خشب وابدا اقلب بعد كده، بس بعد ما بنزل بالمواد الجافه على الميه بتاعتي. بدأت المية تنعمل من جوانب البولة بتاعتي أو الكسرولة، لو الزبدة بتاعت حضرتك كانت طايحة اوريدي في درجة حرارة المطبخ مفيش مشاكل، بنزل بالمية على الزبدة وزيت على السريع وبحطهم كلهم على النار مرة واحدة. أنا بس عشان الزبدة بتاعتي كنت لسه مخرجاها من التلاجة فملحقتش إن هي تاخد درجة حرارة المطبخ. بدأت المياه بتاعتي تنمل كده من الجوانب، هتبدأ تغلي وتقلب، مش هسيبها تغلي كتير علشان ما تتطيرش المياه أو تتبخر وتقللي مقدار المياه بالنسبة للمقدار بتاع المواد الجافة. أنا بس مش هبقى أفصل الكاميرا علشان نشوف مع بعض الخطوات واحدة واحدة، عشان في ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمل بلح الشام وتقول الخطوات ما كانتش واضحة أو كده، فحابة إنكم تكونوا معايا خطوة بخطوة.
الميه هتقلب معايا بدأ الغليان اهو يزيد. هبدا انزل بسم الله الرحيم كميه الدقيق بتاعتي دفعه واحده. هبدا اقلب تقليب على السريع. هدي النار تماما بسم الله الرحيم. اقلب كويس جدا لغايه ما المقادير كلها تتداخل مع بعض. تقليب على الهادي علشان ما احاولش اخلي اي حاجه تخرج من الكسروله بتاعتي اللي انا مستخدماها. احاول اقلب كويس جدا لغايه ما كل الكلفعه دي ما تكونش فيها معايا كلفعه خالص ولا تكتلات للدقيق نهائيا. لغايه ما اوصل لمرحله ان مفيش تكتلات وان العجين بتاعي كله لما بقى عباره عن كتله واحده في نص البوله بتاعتي. بقلب وببقى باخد الجوانب كلها. ما شاء الله فصلت عن جوانب البوله كلها او جوانب الكسروله. هي دي الدرجه اللي انا حبيتها، بقت عباره عن كتله واحده بس في نص البوله. خلاص انا هوقف تقليب وهقفل النار خالص واحسبها لغايه ما تبرد تماما وتكون تاخد الدرجه بتاعت درجه حراره المطبخ او الغرفه زي ما بيقولوا، تكون بارده تماما تماما. دي اهم نقطه من نقط نجاح بلح الشام بتاعي. وبعد كده ان شاء الله هنشوف الخطوه اللي وراها. وبعد العجين بتاعي ما خد درجه حراره الغرفه ودرجه حراره المطبخ وبرد تماما، هبدا انزل في البيضه بتاعتي بسم الله الرحيم وهبدا اقلب علشان البيضه تتداخل مع الخليط بتاعي. بعد ما تداخلت البيضايه بتاعتي مع العجين بقى القوام كده زي الفل. طب انا ايه اللي عرفني ان كفايه البيضه دي مش هحتاج بيض تاني؟ لما بقلب العجين بتاعي وبرفعه كده بيديني المنقار اللي هو نازل ده من المعلقه بتاعتي او الاسباتولا. تمام، هبدا انقل بقى كل كميه العجين دي، هبدا انزل بيها في جيب الحلواني. انا اوريدي مجهزه التب بتاعتي النجمه العاديه، وهبدا ان انا ادخل مقدار العجين بتاعي في التب بتاعتي، وحتى اروح عند عين البوتاجاز علشان اكون مجهزه الطاسه بتاعتي بتاعت القليه وفيها كميه غزيره من الزيت اللي بيكون بارد. وهنشوف مع بعض باذن الله الخطوه اللي جايه. وعند عين البوتاجاز النار بتاعتي لسه ما شغلتهاش ومعايا الزيت بتاعي غزير وعميق. هبدا ان انا انزل كده بالقطع بتاعت بلح الشام، بكون بلاقي ايدي في الزيت علشان ما تلزقش، وببقى باخد صوابع هي المقياس بتاع طول البلحة بتاعتي بسم الله الرحيم كده، وببدأ اقطع وانزلها في الزيت واحاول اخليها متساوية. بسم الله الرحيم بسويها علشان ما تكونش طلع باشكال كده مش لطيفه. بخلص الكميه بتاعتي بنفس الطريقه بسم الله الرحيم وبساوي في كل مره، او ممكن ان انا استخدم المقص انزل بالطول المناسب وباخد بالمقص بسم الله الرحيم. متهيألي طريقة المقص أفضل، بس هحط على مسافات علشان أدي فرصة إن هي لما تنتفخ تكون واخدة راحتها وما تلزقش في اللي جنبها. هبدأ أشغل عين البوتاجاز بتاعتي عشان يبدأ الزيت بتاعي يدفع وبعد كده يسخن بسم الله الرحيم. وهكذا حملة بقى الطاسة بتاعتي، بس مش حملاها كلها علشان أسيب مسافة وبراح إن هي الحبات بتاعتي تنتفخ وتبدأ إن هي حجمها يزيد. لما الزيت بتاعي بيسخن عليها بتبدا ان هي تتحرك وبتنتفخ وبتبدا ان هي تاخد وضعها ومكانها في الطاسه بتاعت القليه. فما بحاولش ان انا اقلبها خالص لغايه ما احس ان الجوانب بتاعتها بدات تلون، هبدا اقلبها، لان لو قلبتها بدري عن كده هتكون لسه ما لمتش معايا وما قفلتش، فممكن تفتح معايا وتبوظ خالص. يبقى انا بستنى بعد ما بتبدا تلون معايا ببدا ان انا اقلبها، ولاحظ ان الحجم بتاعها بدا يزيد معايا ما شاء الله. اما تلون حابه اقلبها لغايه ما توصل درجه اللون الذهبي. وبمجرد ما بيوصل للون الاشقر الجميل ده
ببدأ ان انا انشله بعد ما بقلبه كويس جدا علشان كله ياخد نفس درجة اللون. هبدأ ان انا اقلبه بالطريقة دي، وبعدين ببدأ انشله وانزل بيه على السيرب او القطر او الشربات بتاعي. هو بيبقى سخن والشربات بارد، فبنزل بيه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. شربات بصفيه كويس جدا، وبطفي النار وبستنى لما الزيت بتاعي يهدى ويبرد تماما. ببدا ان انا انزل الدفعه الثانيه عفوا. احنا متفقين ان هو ما ينفعش ان انا اقليه في زيت سخن. وبعد ما بنزل البلح بتاعي على الشربات او القصب او العسل او الشيرة الباردة، بفضل اقلب فيه وبسيبه في حدود 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير، مش عايزة اسيبه اكتر من كده علشان ما يكونش طعمه مسكر عالي جدا، بخليه وسط يعني. واللي حابب ان هو يسيبه في حدود 10 دقايق هيبقى زي الفل برضه، بس هيكون نسبة التسكير فيه عالية جدا. تمام، هسيبه 5 دقايق زي ما قلت لحضراتكم، وبعدين هنشيله هنشوفه بقى مع بعض في طبق التقديم. وزي ما قلت لحضراتكم برضو بعيدها تاني، ان تاني قلية ما بحاولش ان انا انزل بالبلح بتاعي على الزيت السخن، بستنى ان هو يبرد تماما بعد ما بطفي عليه النار، وابدا انزل عليه انزل بالبلح بتاعي على الزيت البارد بنفس التكنيك اللي عملناه مع بعض في اول طاسة قلية. هو ده بلح الشام بتاعنا، جميل جدا، سهل وبسيط وسريع، وادتني كوباية الدقيق اللي حملتها مع حضراتكم، وادتني الكمية الخطيرة دي، جميلة جدا. وكمان اهم حاجة واهم تريكة عندنا النهاردة في بلح الشام بتاعنا هي ان هو بيكون مقرمش من برة، سامعين حضراتكم الصوت، وطري من جوة، جميل جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده مع بعض، سمعنا صوت ما شاء الله زي الفل، مقرمش من بره وطري من جوه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اتمنى اكون وضحت لكم كل التريكات كل الاسرار الخاصه ببلح الشام. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.